ونسيب رايح.
جيب شحوي اول حاجه نبدا نرحم على ولدي اللي هو بدا المشروع هذا ونترحم على جميع الشهداء نتاع تونس اللي قاموا بالواجب نتاعهم ومشاو توفاو في نضال تونس. اليوم نقول المشروع هذا بدا ولدي انيس الفكره نتاعو هي جاتنا احنا انا تبارك الله من اللي صغير من الشغل نتاعي بديت 69 انا من عمر 16 سنه الوتله اللي عملنا ما شاء الله مع شركات من 7 وتله مع شركات خديت الفكره اللي كون اوتيل كي نقول اوتيل نقول بيتو سلدبا ربي سبحانه وتعالى نجحني في العمل نتاعي والحمد لله برضيت ربي رضيت والديا اول حساب وثاني حساب اخر رضيت الشعب التونسي رضيت كزواوله نتاع التوانسه هذوك اللي يحبهم ويحبوني نفس الشيء ربي وفقني في كل ما نعمله موفق فيه وتا الظروف مع الحمد لله يا ربي تجاوزناها وان شاء الله لاباس. كملنا المشروع هذا خذينا بعزم اللي كي توفى ولدي عزمنا باش نكمل المشروع هذا وتدنا فتره قصينا لسبب الاسباب معينه مش لازم باش يكون الذكر نتاعها والناس كل تعرفها. اليوم خرجنا ان شاء الله والحمد لله يا ربي من الازمه هذه وش كملنا هالوتيل هذا وان شاء الله يكون هذا نموذج للناس اخرين خاطر بالنسبه للسياحه نتاعنا احنا نعرف سياحتنا على البحر والسياحه اللي هي تكون في وسط البلاد مدينه صعيبه شويه اذا ما تعملش حاجه تكون خارجه عن على الوضعيه نتاع الوتلاجيه اللي قاعد معنا الوتله اللي قاعده صايره في البلاد تعمل حاجه اللي هي مش موجوده. عملنا احنا اليوم حاجه اللي هي ان شاء الله مش موجوده كانت بهرة العباد الكل بصفه عامه اللي يجي يتفرج يقول الانسان كل واحد تبهر في المشروع هذا. المشروع هذا متكون من 26 سويت وعملنا سويت بريزيدونسيال عملنا ما شاء الله الباتينوار عملنا البولينج عملنا القهوه عملنا دو ريستورون هذه الكل النصر تفقدوا جماعه النصر جماعه تونس وسط العاصمه تفقدوا. احنا اليوم ان شاء الله عملنا المشروع هذا ربي ان شاء الله يوفقنا فيه وانا نقول راهو عنده برشا رجال تونس عطينا اليوم شويه تشجيعات من الدوله ان شاء الله ربي يهدينا ان شاء الله ربي يوفقنا. الاربع سنين ازمه كبيره برشا والحمد لله ان شاء الله تجاوزنا باذن الله وان شاء الله يكون عندنا رئيس يكون ان شاء الله يشد البلاد بقضبه من الحديد خاطر الدنيا صعيبه شويه والطلعه صعيبه والهبوط من الاسهل ما فما. اليوم نقول ان شاء الله ربي يتعدينا الازمه هذه وان شاء الله باذن الله يجينا يكون رئيس يعرف كيش يسير البلاد تبارك الله. عندنا برشا في المجال السياسي معناها حاجه كبيره برشا كما عندنا رجال اعمال ما شاء الله وان شاء الله الازمه هذه تتعدى باذن الله يا ربي. احنا تو حلينا ان شاء الله باذن الله يا ربي وفقنا في المشروع هذا وان شاء الله يكون هذا البدايه وان شاء الله القدام احسن وما خير. بالنسبه للمشروع هذا تو حاليا عنده 120 هو يسمو 200 شخص هذه راه تجي تقول قطره قدام الشركات الاخرى. قطره انا في 2010 عندي 4000 فاز متخدم بين المناوله وبين القارنين. اليوم في الشركات الاخرين ممكن ثم 1500 1700 1800 ماكسيموم بين القار وبين المناوله خاطر الجروب هذا يعمل عده شركات.
احنا اليوم ان شاء الله القدام اكثر، هذا يمكن يوصل 220 شخص معنا يشتغلون هنا، عائلة نقول أنا 220 عائلة. إذا كان أنا مولا الوتيل اللي تعب عليه كذا يجي أنا يكريه، أنا عبارة سلم في رزقه، تعرف إيش معناه الكره وقت اللي يكريه بعشر سنوات أخوك العشر سنوات باش يخلص بنك، ما ثم صعوبات وتد برشا صعوبات للتوريزم هذا على أساس الإزمة اللي صارت في السياسة. اليوم برشا ناس كرات الوتلة متاعها، الوتلة متاعك يكري انت، عارف انت اللي ماشي يستأجر من عندك النزل متاعك، عارف راه مش يخليو لك خرابة، مش ماشي مش تحفظ عليك وانت تستحفظ عليه. احنا اليوم ان شاء الله بقدرة ربي هذا الوتيل هذا بإذن الله بإذن الله نجاريه وحدنا، وان شاء الله يا ربي يكون حسن فمه وثم صعوبات ان شاء الله احنا نتجاوزوها. انا عملت النمط هذا خليجي اللي هو مش موجود، بس الانسان يلقى الراحه نتاعه ونجم ينجم يخرج من النزل نتاعه لمده الاقامه نتاعه، وان شاء الله يا ربي يوفقنا فيها ان شاء الله.